وهتبيع المنتجات دي بخصم من 40 ل 50%. طب ايه سبب الخصم الكبير ده؟ حاجات تافهه جدا، ان مشروع زي دوت اقل صافي ربح ممكن ان هو يحققه لك شهريا صافي الربح بعد ما تطلع ثمن الاجهزه 9000 جنيه بدراسه الجدوى بناء على اسعار المنتجات اللي هم بيدوها لك ويخلوك تبيعها بالخصم ده. وللعلم المنتجات دي كلها اسعارها معروفه زي ورقه البوسطه في الاسواق، انت هتبيعها بخصم من 40 ل 50%. النهارده هعرفك كل اسرار المشروع. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اخوكم عبد العزيز. مشروعنا النهارده باختصار وبكل بساطه مشروع تجاره الاجهزه الكهربائيه الفرز الثاني. كل شغلك النهارده هيبقى في البراندات العالميه بس، مش هتشتغل في حاجه مقلده. طب ايه سبب الخصم الكبير الشركات دي بتنزل بيه الاجهزه دي؟ اسباب تافهه جدا. الاول اديك نبذه كده عن يعني ايه اجهزه كهربائيه فرز ثاني، وهبدا معاك على طول بدراسه الجدوى اللي تثبت لك الربح اللي انا وعدتك بيه في بداية الفيديو. اول حاجة تعريف الاجهزة الكهربائية الفرز الثاني. اي شركة بتنتج اي خط انتاج بتاع اجهزة بتبقى طبعا من الطبيعي اللي هي بتشغل عندها مسؤول الجودة. شغلته ايه مسؤول الجودة ده؟ شغلته ان اي قطعة جهاز بتطلع بعد ما بتتصنع، شغلته بعد ما بتتفنش خالص ان هو يتابع كل قطعة فيها معمولة صح ولا لا. طبعا القطعة دي، قطعة الاجهزة دي لو فيها خربوش بتتحول على طول فرز تاني، وفي اجهزه فرز تالت، بس الاجهزه الفرز التالت دي بيبقى فيها عيوب وما بتنزلش بضمان، لكن الاجهزه اللي بتنزل بضمان من 5 ل 10 سنين الاجهزه الفرز الاول والاجهزه الفرز التاني. احنا النهارده شغلنا هيبقى في الاجهزه الكهربائيه الفرز التاني. بيبقى فيها ايه الاجهزه دي؟ بيبقى فيها مثلا لو مثلا ثلاجه او شاشه او غساله او مثلا تلفزيون، اي جهاز من الاجهزه الكهربائيه بيبقى فيها مثلا تحريك في الفرام بتاع المسمار اللي بيربط الجهاز. لو تلاجة مثلا اليدة بتاعت التلاجة بتبقى متحركة من مكانها شوية، اليدة بتاعت الديب فريزر مثلا عن يدة الكابينة بتاعت التلاجة من تحت، بيبقى فيها يعني عيوب فنية كده، خربوش من الظهر، خربوش من الجنب، خبطة صغيرة من وش في التلاجة، مش خبطات كبيرة، لا بيبقى فيها حاجات كده فنية بسيطة جدا. دي شغلة مراقب الجودة اللي شغال في الشركة، اللي هو يطلع قطعة الجهاز اللي فيها العيب ده. طيب عشان كده الجهاز ده بينزل ضمن الاجهزه الكهربائيه الفرز الثاني، وبينزل بخصم من 40 ل 50%. وناس كتير بتقبل على المشروع ده، وسواء منفذين او سواء ان هم عملاء بيحبوا ان هم يشتروا الاجهزه دي. طبعا بالنسبه للمشروع ليه مميزات جميله جدا وكتير، ابرزهم ان المشروع مش منتشر، يعني ناس كتير بتدور على معارض الاجهزه الفرز الثاني، وممكن تلاقي مثلا في كل بلد محل او محلين، يعني لسه المشروع بكري. لو بدات ان انت تركز عليه وتسال الاجهزه دي بتتباع فين وتدربها مع نفسك شويه، هتلاقي ان مشروع زي ده من انجح المشروعات اللي لسه بكر والناس لسه بتبدا ان هي تشتغل فيه. تاني حاجه ان غلاء الاسعار بتاع الاجهزه بيخلي الناس تجري على اي تاجر بيبيع قطعة الجهاز اللي هو رايح يشتريها اقل 100 جنيه او اقل 200 جنيه، بتلاقي الناس كلها رايحة تجري عليه، فما بالك بقى لما الجهاز اللي انت عايزه يبقى ثمنه عليه خصم من 40 ل 50%، يعني بمعدل نص او تلت ثمن الجهاز مخصوم. ومقابل ايه؟ مقابل ان هو في خربوش او في خبطة بسيطة او مثلا في حاجات كلها فنية هايفة جدا ممكن ووارد. معظم الناس اللي بتشتري اجهزة بيحصل معاهم طبعا الحوادث دي وهم بينقلوا الاجهزه، سواء في المعرض او سواء بعد ما ياخدوا الحاجات دي اثناء ما بتتنقل في العربيات. اكيد طبعا اللي بينقل الجهاز كامل اللي بيحصل فيه خربوش، اللي بيحصل فيه خبطه من هنا. وطبعا الاجهزه عشان بتاعتنا احنا بنتضاغى عن القصه دي، لكن في ناس كتير بتركز ان هي تشتري الجهاز بتاعها كامل عليه طبعا خصم مش اقل من 6000 7000 جنيه واليكاد كمان 10000 جنيه في 4 5 قطع اجهزه، جهاز مثلا عروسه او عريس بيجي
بيجيب الاجازه بتاعته بيلاقي خصم عليه بالكم ده، بيبدا ان هو يدور على التاجر ده بشمعه. ففرصتك في مشروع زي دوت جميل ولسه بكر والناس بتقبل عليه بشكل كبير. عرفت ان اقل صافي ربح اللي انا وعدتك بيه 9000 جنيه ده اقل صافي ربح ممكن ان انت تجنيه كل شهر، بل بالعكس انت ممكن ال 9000 جنيه دول تحققهم في اسبوع او في 10 ايام على حسب المكان اللي انت فاتح فيه المشروع. طيب ازاي هحقق صافي ربح زي دوت؟ انت النهارده الارباح كل اللي بيشتغل في الاجهزه الكهربائيه الفارز الثاني ارباحه مش محدده. لا انا هتفق معاك ان احنا هنكسب 300 جنيه بس في كل جهاز، سواء الجهاز دوت ب 2000 او ب 3000 او ب 4000 جنيه. احنا طبعا اتفقنا بنسبه الخصم اللي انت هتتفق بيها او اللي انت هتشتري البضاعه بتاعتك بيها، هتكسب في كل جهاز 300 جنيه بس، سواء الجهاز ده ب 2000 او ب 3 او ب 4 او ب 10000 جنيه. انت النهارده لو بعت 10 اجهزه بس في صافي ربح 300 جنيه في كل جهاز، 10 اجهزه في 300 جنيه هيكسبوك 3000 جنيه، ده صافي الربح بعد ما تطلع ثمن الاجهزه اللي انت شاريها. النهارده 10 اجهزه دول ممكن مثلا في جهاز عروسه ياخدوا ال 10 اجهزه، ياخدوا 5 اجهزه، ياخدوا 4 اجهزه، ولو حتى خدوا جهازين هيخش عليك برضو بصافي ربح كويس. لو ربنا كرمك بعت 15 جهاز على مسافه الشهر او على مدار الشهر، 15 جهاز في 300 جنيه صافي الربح بتاع كل جهاز هيجيبوا لك 4500 جنيه دوت صافي الربح بتاعك انت. لو ربنا كرمك بعت 30 جهاز، 30 جهاز في صافي الربح 300 جنيه بتاع كل جهاز هيجيبوا لك 9000 جنيه. طيب انت تضمن لي منين اللي انا ابيع 30 جهاز؟ انت النهارده لو بعت جهاز في اليوم، جهاز بس كل يوم ومش هتبيع تاني، هتجيب ال 9000 جنيه كل شهر. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان انت بعت 30 جهاز، 30 جهاز في 300 جنيه صافي الربح بتاع كل جهاز هيجيبوا لك ال 9000 جنيه. انت ممكن تبيع جهازين مثلا في اليوم، ممكن تبيع 3 اجهزه في اليوم، هيصفي لك برضو بصافي ربح مضاعف عن ال 9000 جنيه. يعني لو بعت 3 اجهزه في اليوم هيجيبوا لك صافي ربح مضاعف 3 مرات من ال 9000 جنيه. والحاجه الحلوه بقى في مشروعنا انك بتيجي في الاعياد والمناسبات تعمل عروض، تعمل مثلا عروض على جهاز العروسه في اعياد الام وفي الاعياد مثلا عيد الفطر وفي عيد الاضحى. معظم الافراح بتاعت العرايس بتبقى قبل الاعياد، انت تيجي قبل الاعياد وتعمل مثلا عروض، تعمل مثلا عرض شامل جهاز العروسه كله وتحط عليه سعر مثلا يخلي الناس كلها تيجي عندك وتعمل شهره، زائد كمان ان انت تعمل لك بيدج على الفيسبوك تشهر بيه المكان اللي انت فاتحه. ولعلمك الادوات بتاعت مشروعنا النهارده كل ما عليك اللي انت لازم يكون عندك محل في منطقه شعبيه او في منطقه طبعا فيها الحيويه والحركه كتير، بس المحل ده لازم ان انت تكون مدعمه باضاءه جيده. ليه؟ عشان تبدا ان انت تعرض المنتجات بتاعتك وتتعرض قدام العملاء وقدام الناس اللي جايين يشتروا منك بشكل لائق وبشكل نظيف. دي بس ادوات المشروع بتاعتك النهارده، وهتشتغل في براندات كلها توشيبا ويونيون اير. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاجهزه الفارز الثاني ما خلتش، يعني اي نوع من انواع الاجهزه الكهربائيه هتلاقي منها فارز ثاني، هتلاقي من الثلاجات، هتلاقي كولدرات ميه، هتلاقي بوتاجازات بتاعت العرايس، هتلاقي منها فارز ثاني، هتلاقي غسالات فوق اوتوماتيك وفول اوتوماتيك، هتلاقي ميكروويف، هتلاقي ديب فريزر، هتلاقي شاشات بجميع احجامها وجميع الماركات الاصليه بتاعتها السامسونج والال جي والتوشيبا والتورنيدو، هتلاقي جميع انواع الاجهزه في منها فرز تاني. ده غير طبعا ان انت هتلاقي سخانات ومكانس كهربائية. اي جهاز من الاجهزة اللي معروفة في السوق وسعرها معروف زي ورقة البوستة هتلاقي منها جهاز فرز تاني، وهتلاقيه طبعا بالخصم اللي انا قلت لك عليه. في بعض التجار او الموردين بيجيبوا مثلا بخصم 40 ل 50%، في بعض الموردين تاني يجيبون مثلا بخصم 30%، على حسب المورد اللي انت هتتعامل معاه، على حسب ما انت هتبدأ المشروع بتاعك معاه. زائد كمان ان انت لما تقدم في المشروع وتبدا ان انت تتودج فيه هتعرف مصادر كمان اكتر من اللي انا ممكن اكون سيبتها لك او اللي انا هدلك عليها. يعني مشروع زي دوت بالنسبه لك ناجح جدا، وعشان هو مشروع بكر انا بنصحك ان انت تفكر فيه قبل ما تنفذه.
بكده بقى انتهى مشروعنا وانتهت حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب وتدينا لايك كده كنوع من انواع الدعم للفيديو. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة جديدة وفي مشروع جديد. ولو عجبك الفيديو سيب لي كومنت تحت اللي انت عجبك الفيديو، وانا في اتم استعداد للرد على كومنتاتكم، سواء مثلا كومنتات ايجابية او كومنتات من السلبية اللي احنا بنبقى عارفينها وبنشوفها في بعض الفيديوهات. انا مرحب بكل كومنتاتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في مشروع جديد وفي حلقة جديدة. مع السلامة.